البيت ده بقى كله نكد، انا ما بقتش طايق اعيش فيه. ما تسيبه يا اخي، وتغور في 60 داهيه. ارفع قضيه سب وقذف. شوف بتقول له غور في 60 داهيه، اطلب تعويض كبير. يا هانم من فضلك اهدي شويه وبلاش توقعينا في الغلط. دي ناس عايزه تجيب فلوس باي شكل. طيب اسمع، انا اللي هحسب لك البيت وهبيع لك النص بتاعي. وانا شاري ايدك بقى على 20 مليون وامشي دلوقتي. طيب ما تاخدي انت النص بتاعي واديني 12 مليون. يا اخوانا الحل موجود، حد يجي يشيل الليل على بعضها، كل واحد فيكم ياخد حقه ويا دار ما دخلك شر. هو راجل اعمال بجد، عمره ما تعثر. البورصه تطلع تنزل تفلس هو ما يتاثرش. كل يوم الصبح يخش له كده على الريق 5 مليون. يا سلام. يعني في الثانيه 75 جنيه. في الثانيه 75 جنيه؟ يعني في الشويه اللي احنا اتكلمنا فيهم دول طلع له 600 هي مثلا تقريبا. السلام عليكم. اهلا 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 يا باشا. مهج هاني من النشار، دي فرصه سعيده. اهلا وسهلا. اهو في العطسه دي عمل له ب 500 جنيه. محسن هنداوي. عطيات الانفوشي اخت عبد الحميد دي الصغيره. اهلا مدام فنكوشي، اهلا وسهلا. انتوا متجوزين؟ لا احنا يا دوبك شركه في الفيلا بس. معقول انا بص لواحده زي دي؟ تعالى يا فندم تعالى افرجك على القصر. تعالى احنا نقعد. يلا اتفضلي يا هما قبل ما تتفرجوا على القصر. على فكرة أنا بحب الأنفوش جدا، لما بروح اسكندرية ما بقعدش غير في الأنفوش. أنا لما بروح الأنفوشي بأنفش. دي أوضة إيش حالة؟ ما كنتش هتجوز في أوضة. دي أوضة في بيتنا، هي أوضة في بيتكو؟ وبعدين أنا أبويا وأمي قفلوا البلكونة بتاعة المطبخ عشان يناموا فيها. هننام على البلاط بقى يا رفض؟ ما السرير موجود والمرتبة موجودة. طب ومولة السرير؟ يا سلام، جوازها هتبوظ عشان مولة السرير؟ وبعدين انا دافع المقدم بتاع المولة من 3 اشهر، وكل شوية ادفع عرافة تدفع عرافة، هو في حد فيكم بيدفع حاجة؟ الست مننا لما بتبقى وحيدة نفسها بتتسد عن الدنيا خالص. وحيدة زي هانم؟ يا الرجالة عميت. اللي انت تقدر تشوفه يا عبد الحميد بيه غيرك ما يقدرش. واو، في ايه؟ عينيك يا عبد الحميد بيه لونهم يجنن، ما حصلش، ما كنتش واخدة بالي. عيني انا؟ ده محدش قالالي في حياتي. ده ابويا الله يرحمه لما كان ساعات يدلعني كان يقول لي يا معمص. ما قلتليش بقى انت عايزه تبيع الفيلا ليه؟ في حاجه؟ ما هو يعني انا لو كنت لقيت الراجل المناسب اللي يشاركني حياتي ما كنتش هفكر ابيعها. انا ما بيهمنيش شكل الراجل، انا اكتر حاجه تهمني في الراجل حنيته. ده اللي انا بفتقده، الحنان. يا لهوي، انا لو كنت لقيت الست اللي احس معاها بالامان انا ما كنتش بعت البيت ده. صدق بالله يا حاجه. لا اله الا الله. انا اتشددت ليكي من اول ما دخلت باب الفيلا، عارفه وانت بتاخدي حقنه الانسولين حسيت ان السكر بيتدلدق من شفايفك. ولا وانت بتاخدي دواء الضغط انا اللي علي احساسا بيكي، ولا دواء الحموضه وانت بتاخدي الفوار حسيت ان قلبي هو اللي بيفور. محسن بيه، ايه؟ ما تنساش ان اخويا عبد الحميد بيه هنا. انا مش شايف حد غيرك. طب ومهجه؟ مهجه ممكن مين؟ مالك يا ولادي؟ قول لي بقى، ايه رايك في القصر؟ عجبك؟ عجبني، ودي عايزه كلام. وعجبتني صاحبه القصر. امال ايه؟ انا كنت فاكرك ملاك اتاري حبك هلاك. عطيات، انت بتعمل ايه يا راجل انت؟ بعمل لها تنفس صناعي. بس كنت بلعب سودوكو انا وهي ففيصت مني. وسخاتك دي تعملها بره البيت ده بيت محترم. بقول لك ايه؟
اتكلمي في النص اللي يخصك. النص اللي يخصني انا اعمل فيه اللي انا عايزه، وبعدين انا مش هبيع بقى. عايزه تبيع انت، احنا نشتري. انتوا مين انتوا؟ انا وقطعيته خطيبتي، مش كده؟ قطعيته قطعيته وخطيبتك من امتى عطيات؟ انت اتجننتي؟ اسمع يا عبد الحميد، دي حياتي الخاصه وما احبش حد يتدخل فيها ابدا. يا جماعه صلوا على النبي. اللهم صل عليه. انا مش شايف اي خلاف بينكم، انتوا تقريبا متفقين. متفقين على ايه؟ على الدمج. على ايه؟ انتوا لو عملتوا دمج بين شركاتكم هتبقوا اكبر قوه اقتصاديه في البلد كلها، ولا ايه يا نبيب؟ ها اتش ام اي اي جروب. عملتوا دمج بين شركتكم وشركات عبد الحميد الانفوشي وعطيات الانفوشي في مشروع جواز كمان، يعني دمج اقتصادي على عائلي، وطلبتم قرض من بنك الفنار، وانت جاي لي دلوقتي عشان ازق لك القرض ده، مظبوط؟ انا رحت جبته من المدرسه اهو. انا مش هتكلم، بابا هو اللي هتكلم. يلا قول لي بابا، انا قلت لك تقول له ايه واحنا جايين. ادي الكارد لانكل يا داد. انت عيني كميل يا امه. بابا هو اللي هيبقى ضامن القرض يا باشا. اجيب منين تاني يا تهاني؟ محدش راضي يسلفني، اعمل ايه يعني؟ اسرق؟ خلاص بقى، خليني قاعده جنبك، شكلنا كده ولا هنعرف نتجوز ولا نتنيل في سنتنا. وانا اعمل ايه يا تهاني؟ اعمل ايه؟ انا داير زي الحمار في ساقيه، من هنا للتوك توك للكومباون، انا بقالي 9 سنين ما غفلتش، ارحميني. انا بنام وانا واقف يا تهاني. اعمل لي قهوه رافض. حاضر يا باشا. واخرتها يا رافض؟ اخرتها ولع في نفسي عشان اخلص من العيشه واللي عايشينها. انا اللي تهت لما انت مش قادر انك تحب وتتجوز، كنت بتقعدني جنبك. بقول لك يا تهاني، انا مش ناقص ولا انا ناقصه يا اخي. انا كرهت عشتي بسببك. 9 سنين، 9 سنين مرمية جنبك ومستنياك، كل يوم تقول بكرة نخلص، بعده نخلص، وما بنخلص. كفاية بقى، كفاية قوي لحد كده. انت زعلتها ليه يا رأفت؟ مش انا اللي زعلتها يا باشا، انت اللي زعلتها. انا يا ابني قربت لها ولا جيت ناحيتها؟ انتوا اللي عملتوا فينا كده يا باشا. الفلوس اللي انتوا غرقانين فيها دي فلوسنا احنا، نشفتوها يا باشا، مصمصتوها. أنا كنت بحبك يا باشا، والله كنت بحبك، بس لما عشرتك عرفتك على حقيقتك. أنت واللي زيك السبب في اللي إحنا فيه ده يا باشا. المية جنيه اللي أنت مضيلي عليها إيه؟ مش عايزها يا باشا، مش عايزها. وراه ورايا.
بتهرب من الكمين؟ لا هربان من قضايا يالا؟ فين بطاطك؟ يا باشا قضايا يا باشا انا كله بالسليم انا نازل اكل عيش يا باشا. ولما انت بتاكل عيش بتهرب ليه يا روح امك؟ فين الرخص والورق يالا؟ يا باشا ما انت عارفين ان لا ليه رخص ولا ليه ورق يا باشا. طب نجرع البوكس؟ خد التوكتوك ده في العربية. ما تديش لي بقى ايده على التوكتوك. لا من ايده عليها صيح تعالى يا انا رايي ان احنا نعمل اول واكبر واضخم شركه استثمار عقاري في الشرق الاوسط. خد بالك يا حاج عبد الحميد. ها طبعا بس يا اخوانا واحنا فرحانين كده بالدمج مش عايزين ننسى الاكل. الاكل يبرد ولا ايه يا موه؟ موه الكابوريا المخليه دي بقى مزاجة عندي عطت. عايزك لما نتجوز ما تتقطعش من البيت. ها وانا هشليها لك بايديا يا ميسو. بايديك اه بايديك نيني ودا ودا بيدا بيدا هما 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 يا جامع فتفتيها له ببقك واديها له عشان سنانه. ها اعملي حسابك شهر العسل هنقضيه كله في كأن على اليخت بتاعي يا روحي. احنا من هنا على لبنان على طول ننزل بالطياره على المستشفى. انا دكاتره التجميل هناك قالوا لي ممكن يحطوا لك وش غير الوش ده خالص. كل مصري ينادي انا ميل كل بلادي قلبي يميني فؤادي روحي فداء اوطاني. يا جمالك يا دلالك انا نفسي اشعر بحنانك. احترم نفسك يا اخي وتقعد بادبك. ترضى ان انا اعمل في اختك كده؟ ليه لا؟ انا بقى مرضاش والبيت ده بيت محترم. انت مالكش غير نص البيت بس. انا النص بتاع نص محترم. انت ليك النص اللي فوق وانا ليا النص اللي تحت وكل واحد يلم نفسه بقى بصراحه. نعم نعم وعبد الحميد ماله؟ ما اللي معاه هي اللي تلم نفسها. بس يا ولية شرشوحه انت. احنا اللي نلم نفسينا. يلا بينا عطيات. استنى بس رايح فين؟ رايح فين ده ايه؟ ده انا قعدت طقطقت. انا اللي غلطان يا فارع انت. ما هو الشغل لازم يبقى فيه طقطقه. انا اللي غلطان. بس عشان نتحاسب العمليه ما تجيش كده اصلا. عشان انا حطيت ايدي في ايد واحد زي ده. استنى يا عبد الحميد استنى بس. هو في شغل من غير طقطقه؟ مساء الخير يا ابو حسين بيه. خير يا سيادة اللواء. انتوا مش خدتوا القصر والشركات وكل حاجة؟ عايزين مني ايه تاني؟ أنا مش جاي عشانك يا محسن بيه. أنا جاي لعبد الحميد الأنفوشي والست عطيات أخته. إيه طلعوا متعسرين هما كمان؟ لا أنا سبت الأموال العامة من الحركة اللي فاتت. أمال فين دلوقتي سيادتك؟ مباحث المخدرات. آه مخدرات. وأنا أقول إشمعنى أنتوا اللي مش متعسرين في البلد دي؟ مخدرات. يلا حبيبي قطعيته. نعم يا حبيبي. يلا يا بنت الكلب من هنا يلا. ابوس ايدك ابوس رجلك تسعد. لو رفضت ما اطلعش انا مش هسامح نفسي ابدا. والنبي يا بيهنا والنبي انا ماليش غيره في الدنيا. رافض اللي شغال عند بوجه النشار اتحبس وخدوا التوك توك بتاعه وانت جاي لي دلوقتي عشان نخرجه. مظبوط؟
ويا ريت تطلعوا لنا التوك توك يا باشا، دوت غلبان. حاضر يا سيدي، الواد والتوك توك. ربنا يخلي لك بوبوس ولا يحرمك منه. هو اصلي كان في حاجه كده يعني. مبروك مؤدبا. موجه النشار بني ادمه هايله وكويسه ومحترمه. بس الله بقى وشها يبقى كويس عليك. حاكم انت عارف استدي اصلها قدام. وطبعا انت عايز توافق اوضاعك دلوقتي انت وهي وتجدول من الاول. وغلاوه بوبوس عندك لا تديني اخر فرصه. انا المره دي هشتغل بجد. مسا الحلاوه. مسا الحلاوه. مسا الحلاوه. مسا الحلاوه. سيادتك لا مؤاخذه مش عايز سواق؟ هو حضرتك بتشتغل سواق؟ اه سيادتك انا عندي تاكسي. طب عندك تاكسي وعايز تشتغل عندي ليه؟ لاقساط حرقه يا باشا والبنك ما بيرحمش. الله، انت متعسر انت كمان؟ متعسر؟ الحمد لله. متعسر. مسا الجاب. مسا الجواف يا اخويا مسا. محسوبك جدل صاحب الفرن اللي في اخر الحاره، وزي ما تقول ده انا اللي مربي رافض. ونعم الترباح. الحل واقف يا باشا، هم مش هيشوفوا حل. الا انت متعسر انت كمان؟ قوة قوة يا باشا، عندي امساك ليا ثلاث ايام. مساء الفل. هو فين الفل ده يا باشا؟ اه صحيح مفيش فل. لا ولما انت مش شايف فل بتقول لي ليه مساء الفل؟ شايفها مزحزحه؟ شايفها مخدره؟ شايفها بتنطر؟ يا عم انا اسف ما جريتش كلمه. بقى جاي تقول لي انا مساء الفل؟ ليه؟ شايفني رايق؟ شايفني مزقطط؟ مش شادي عينه؟ الله وبتحزم وبرقص. خلاص يا سيدي حقك عليا، وانا جبت سيره امك؟ انا بقول لك مساء الفل. وكمان بتقولها في وشي. بلاش مساء الفل، مساء الزفت على دماغك ودماغ اللي جابك. يا رب طول ما انت ماشي في الشارع الناس كلها تقول لك مساء الفل، لغما تبقى عريان بلبوص معضم يجي لك عزرائيل ياخد روحك يقول لك مساء الفل، يطلعوك على جهنم تلاقي بعرور مستنيك هناك يغني لك مساء الفل. لا ده انت قصدها بقى. اوعى على النبي، ده فرح عقبال عندك، وبعدين الباشا ضيف عندنا عشان خاطر اهدى. اهو اهدى يا راجل. مساء الفل. يالي خلاص خلصت يا باشا، جابوا ترفع، ربنا يتقبله. اللي قدامك ده رئيس عمال قد الدنيا، كنت شغال عند الجدع الحرامي شيخ المنصر اللي اسمه محسن الداوي. اه قمت من نومي فجأة لقيتهم رافضيني انا ويجي 3000 عامل زي خرب بيوت يا باشا. شو
شردونا يا باشا، اكلونا لحم ورمونا عظم. سبع عيال امهم بقرفهم، اكلهم وشربهم ومدارسهم حيين في رقبت يا باشا. يوم يجي الجدع اللي اسمه محسن الهندوي شردني انا وانا وعيالي، عليا الطلاق بالثلاثه اللي اجيبه مطرح مكان. اول ما اشوفه بالرصاصه دي اقلبه دماغه. وانت هتجيبه منين دلوقتي؟ ده كلهم سافوا وراحوا لندن. والله لو كان في بطن الحوت لاجيبه. طب استاذن انا. تمشي ليه يا باشا؟ انت بتعصب ليه؟ انا اسف يا باشا، اسف يعني رميت بلاها عليك من غير سابق معرفه. نتعرف بسعادتك. انا مؤنس الشنكحاوي. مصلح الزعبلاوي. الزعبلاوي؟ احسن ناس. انت ابن مين في الزعبله؟ انت تعرف الزعبله كلهم واحد واحد. امال دول حبايبي. انا ابن يعني عارف. تعرف عنتر الزعبلاوي؟ امال ده مربيني. اهو ده عمتي. ايه عمتك؟ قصدي يعني واخد عمتي. مع عمتي من الزعبله برضو، عنتر وزعبله. يلا بينا. لا نوبك شباب، تعرفش مكان محسن هنداوي؟ اول ما هشوفه هعرف هو فين، حاجه اقول لك على طول. يا رافض بالنبي ما انت ماشي. نسمع سلام الراجل الاعمال الكبير اللي شرفنا وحضر فرح النهارده اهو.